السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، بروح عواشركم ان شاء الله باش ما كتمناو. يا ربي اليوم غادي نديرو الحريره الحمراء. غادي نحتاجو شويه ديال العدس، شويه ديال الحمص، مطيشه حمراء، بصله حمراء، قزبور ومعدنوس والكرافس. هادو غادي نطحنهم هما والبصله. مطيشه غادي نديرها تسلق عاد نطحنها. يلاه خليكم معايا ان شاء الله نبداو. والبزار، معلقه صغيره البزار ومعلقه صغيره السكنجبير وعود القرفه والملح على حسب الرغبه. ها هو طحنتو قزبور ومعدنوس والكرافس. غادي نبداو. نسيت ما قلت لكم، راني درت عظيم واحد باش يطلق المذاق ديال الغلمي، غير واحد باش ما يكونش ميدم بزاف. نبداو على بركه الله. غادي ندير الحمص هو الاول، هو والعدس. العدس رقدتو قبل بالماء. مطيشة راه كطيب باش نسلقها. هنايا سكنجبير والبزار والعود القرفة والملحة على حسب كل واحد. كي درت الملحة السمن غادي نديرو حتى من بعد، ما غادي ندير هادشي. انا ما كندير فيها لا زيت لا والو، غير السمن والعظيم هذاك اللي شفتو. صافي غادي نشعل عليها. دابا غادي نزيد المطيشه ديال الحمص صافي، ونسدو عليها الكوكو. ربع ساعة هكدا كيفاش تبدا تصفر، ربع ساعة نحسبو راه غادي يكون طاب الحمص والعدس ان شاء الله. الحمد لله. دابا طاب الحمص صافي. دابا غادي نزيدو عليها الدقيق، نزيدو عليها الشعريه والدقيق. غادي ندير دابا الشعريه. انا الشعريه كنغسلها حيت كتكون محلوله، كنغسلها. غادي ندورها بمايزينا تقريبا 3 معالق هكاك. ندير دابا مايزينا. مايزينا احسن من الدقيق البيض. الدقيق البيض راه مضر للصحه، ما فيه حتى شي منافع. هذه بعداره ديال الذره احسن، كتجي زوينه بنين. نسيت القران. صافي نخليوها تخاص تقرب طيب. انا ما غادي ندير فيها لا مطيشه ديال الحك، لا صافي درت مطيشه العاديه براك، ما غاديش ندير الحك. غادي فاش تقرب طيب غادي نزيد لها القزبور ومعلقه ديال السمن. صافي دابا غادي ندير البيض، ندير جوج بيضات. مش بزاف. غادي ندير البيض. البيض كنديرو كنحرك صافي.
وغادي ندير القزبر. القزبر ضروري كيطلق واحد المذاق زوين. هادي الحريره صحيه ما فيهاش لا يدام كثير لا دقيق بيض لا مطيشه الحك. مطيشه الحك راه ماشي صحيه، خطر للصحه. مهم صحيه 100%. دابا منين طابت غادي نزيد معلقه ديال السمن، هي الاخر اساس تبقى باش تبقى ديك النسمه ديالها زوينه. صافي شويه ونطفي، ريحه زوينه بنينه تبارك الله، كتجي زوينه بلا مطيشه الحك بلا والو، غير مطيشه عاديه والله الا تجي زوينه. صافي دابا طابت غادي نطفي عليها ونخليها ترتاح، ايوا من بعد نتعشاو ان شاء الله. هي كي كتجي كتجي بنينه وزوينه وبديده، عجباتكم جربوها. ايوا بالصحه والراحه ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله، بالصحه ورزق والهنا يا ربي للجميع.